هو نور في طريق المفكرين وأصحاب الرأي والتأثير، وهو اجتماع للقوى الفكرية الثقافية نرسخ فيها أفكار ونعزز فيها مبادئ ونطور فيها التوجهات. لذلك كان موسم الندوات، ولأن المعرفة لا تقف عند أحد ولا تنحصر بأحد، كان هذا الموسم بمثابة الجسر الذي يصل العقول بالعقول ويختصر الزمن على كثير من الأجيال.